به أشتفي من كل داء ونور، ودليل لقلبي عند زاد وحيرتي. فيا رب متعنا لسر حروفي، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وسر به فتحا وعلما وحكمة، وآنس فيه يا ربي في القبر وحشاتي. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي. فجد وتقبل سيدي من تفضل، وعم جميع الحاضرين من رحمتي، وأصلح شؤون المسلمين وأدناهم الخير، وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة، محمد المختار خير البريات. عليه صلاة الله ما يتلو صالحا صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. كلام قديم لا يمل سماعه، وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونور، دليل لقلبي عند جهل وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفي، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهبني به فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا رب في القبر وحشاتي. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين برحمتي، وأصلح شؤون المسلمين وأدناهم وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة، محمد المختار خير البريات. عليه صلاة الله ما يتلو قارئ صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا، وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نعم، في بداية الحصة لا بد وعلينا ويجب وينبغي لنا أنه نترحم على الشيخ حسن الغضباني، إن شاء الله ربي يرحمه وربي يتقبله في عليين، وهنيئا له، هنيئا له أنه خدم القرآن بطريقة غير مباشرة. ما هو جنود القرآن، ما هو غير ربي قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكل حد كيفاش ربي سبحانه وتعالى استخدمه. لذلك نحن ديما نقوله إن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، إن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. جاء في بعض المواقف وربي سبحانه وتعالى جر على لسانه كلمة الحق، خاصة على الدفاع والذود عن القرآن وأهل القرآن. لذلك إنما المرء كلام بعده يا جماعة الخير. لما تشوف الناس كيفاش ترحم عليه، اليوم كي كنا في الجنازة صدقوني اللي يصلي واللي ما يصليش حاضر، جماعة اليسار حاضرين، جماعة اليمين حاضرين، ما هذه تونس يعني تجمعنا الناس الكل. لكن أنه كي الإنسان يثنوا عليه كل الأطياف متاع الناس، هذه نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، وهذه رحمة. وكما قال القرآن فن، وليس كل إنسان فنان، مش كل أي واحد فنان، كلنا ندعي الفن، لكن الفن معناه هو مش الفن الفن نحكيه. يعني القرآن كما قال في أحد الفيديوهات متاعه أنه لما نقرأ القرآن نحس روحي سيء، خرجت من الأرض، صارت لي كل هزة. إيش معناها؟ إنسان عايش مع القرآن، واضح؟ لكن احنا نحتاج أنه الإنسان يعيش مع القرآن، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم شيخنا. أيضا أمس ودعنا رجل عالم وشيخ عالم بأتم معنى الكلمة، لكن الناس ما تعرفوش، الشيخ عمار السعيداني إمام في الكرم الغربي 38 سنة، خرج أجيال ما هي أجيال، واضح؟
والناس ما تعرف عليه إلا الخير إن شاء الله ربي يرحمه. كيف نهار الجمعة اللي فاتت يعني الشيخ عبد الله الغيلوفي وما أدراك، راجل من علماء الفقه وكان مختصا في الفقه المالكي رحمه الله تعالى، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا. علاش هذو ما يلزم نذكروهم باش نحن نراجع حساباتنا قدام ربي سبحانه وتعالى ونشوف شنو هي أمورنا مع ربي. خطر الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، القبر باب كل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. أش يقولوا؟ الدار دار نعيم إن عملت ما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للعباد سوى الفردوس إن عمل وإن هفى وهفوة فالرب غفار. المهم الإنسان يتأرجح بين ذنب وتوبة، ما يقعش كان في الذنب، لا دائما الإنسان يبقى ما بين الرجاء والخوف، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا ويعطينا حسن الخاتمة إن شاء الله وربي يكرمنا به. اليوم بإذنه سبحانه وتعالى مش نشرع في سورة عظيمة جدا، وسورة يعني يحبها القاصي والداني، هي سورة يوسف عليه السلام. يقول وسادات العلماء ما قرأها محزون إلا أسرته، لكن هذا يفهمها، فهم مش معناها قصة سيدنا يوسف، مش عجبته خاطر يسمع فك الغناية متاع نعرفوها الأنشودة هذيك متاعنا، أي ولا تلقى كثير من الأناشيد اللي عاملين يعني قصة سيدنا يوسف مترجمينها، وإلا كل المسلسل اللي عدوه اللي فيه بارشة أغلاط. ها لا، نحن ربي سبحانه وتعالى لو نتأملوا في الكلام كيفاش قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، واضح. لذلك لابد أن نتدبر في سيدنا يوسف عليه السلام كيف عانى وكيف من أول الأمر إلى آخره، من اللي شافك الرؤية لين أصبح عزيزة مصر. لذلك هذا يكون لابد أي إنسان وأي داعية وأي من له مسؤولية، كنقول مسؤولية، أما هي أكبر مسؤولية الساعة في الدنيا؟ الساعة قبل كل شيء أكبر مسؤولية شنية في الدنيا؟ الإمامة. ليه؟ أكبر وأعظم مسؤولية هي مسؤوليتك على زوجك وصغيراتك وعائلتك، على نفسه، على أمه، على أخته، على عائلته، على على على، واضح ولا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واضح يا جماعة؟ لذلك لما نتأمل في قصة سيدنا يوسف وابوه يعقوب وإخوته شنو اللي صار نفهم مش معناها هذه بالحق أحسن القصص. وديما عاود نقول نحن نحتاج إلى يوسف في هذا الزمان، مش يوسف واحد، بارشة. مش نحكي على الحركة اليوسفية راهو، نحكي أيوة نحكو على قصة سيدنا يوسف عليه السلام. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا باش نتوكل الله إن شاء الله في الإملاء، مش نركزوا معها بشوية بشوية وما باش ناخذوا برشة اليوم خاطر فيها شوية قواعد باش نشوفوهم إن شاء الله. هاي سيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. به عندنا كلمة ألف موش أليف، لكن القراية من أليف لام، لا أ لام مكسورة بعدها فاء، اكتبها بالفرنسية في مخك تلقاها ألف، واضح مش أليف، ألف. وعندنا اللام هذيك نمدوها ست حركات، لام واجب المد، ردوا بالكم لازم المد هذي ست حركات، وبعد الراء، الراء مفتوحة حركتين برك، واضح مش ألف لام راء، لا ألف لا، أسمعوني مليحة، ألف لام را، ريتو را، عاودوا ترى تفضلوا، ألف لام را. أيوة الراء في الأخر ما فيهاش همزة، مش راء راء، لا راء، كأنك باش تكتبها كما هكا يعني راء وبعدها ألف هكا راء. هذايا الألف هذايا يقول لك حروف مد للهواء تنتج، معناها بعد ما تمطط فك الفتحة هذيك يلزم في الأخر ثم نفس، ما تقولش هكا راء، هذه غلط، واضح ولا؟ شو ها ألف لام راء، عاودوا ألف لام راء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. أيوة
باهي تو من هنا الشيره هذه قال هكا لا مرا اغزوز الفم مليح لا مرا اش عملنا لهنا الميم قال لا الميم ما دام بعد حرف الراء اظهار شو لا اغزوز الفم مليح وركزوه لا مرا نسكر بالميم ركزوا معايا وكيماش نحل الشفتين نحلوا بالراء مفهومة بربي ولا ها شو مش لام را لا لام را ريتو لام را يا على مفهوم سيدي عودوا لي بسم الله يلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين توا حاولوا نحب اليوم نصلحوا شوية التلاوة وقت تقرأوا أسم أرواحكم توا أغلبكم قال هكذا تلك آيات الكتاب آيات ريتها آ ويا وبعد الكتاب لا الفتح ما غير إملة شو تلك آيات الكتاب المبين عاودوا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ركزوا سيدي الله يفتح عليك شوف إنا الهمزة متاع كلمة أنزلناه وهمزة سنية هذيك سي فلاح متاع أنزلناه وكلمة أنزلناه همزة قطع حكمها شنو إظهار شنو؟ تحقيق صوتي الله يفتح عليك يعني مش إنا أنزلناه إنا لا إنا واضح ننطقوها بعد اللسان في كلمة أنزلناه وهذا اللسان أركز معايا ما نقولوش هكا أن شو يولي غادي نحط اللسان في الغبش مش يولي لهنا إيش مش يولي أن شو مش يولي إظهار اللسان مش يبقى كما هكا واضح والصوت يخرج من الخيشوم إنا أنزلناه اللام ننطقها مش أنزلناه سيدي عز الدين مش أنزل زن لا ننطق اللام زلنا زلنا واضح ما نقولش أنزلناه ركزوا تو في الهاء هذيك بعدها شوية صغيرة الهاء لا يعني شو حكم الهاء يولي عدم الصيلة أيوة كان الإمام ابن كثير في القراء السبع يقول أنزلناه قرآنا نحن نقرأ بنوت الإمام القانوني يقول أنزلناه قرآنا واضح ولا به كل يعني ما فيهش مد ضم أكه أنزلناه قو واضح الراء في كلمة قرآن شو حكمها الراء علاش سبقت بضم نعم شو قرآن قر مش قر شو الفرق ما بين قر وقر الصوت يبقى الداخل واضح ولا ايوه بربي في هذه يا سيدي لطفي ركزوا فيها ما نقولش قراننا عربيا قراننا ننعى لا قراننا شو بعد النون المفتوحه لصق اللسان في النون الساكنه شو قرانا لا لصق اللسان الفوق ولا تو بعد نهبط بالعين واضح باش ما نقولش قراننا تولي قلق لا قراننا ما نقولوش عا ماهيش عربيا عا الصوت يخرج علاش لان العين شبيه حرف مرقق تفضلوا وين جيبوا كراسي وتفضلوا يلا نعم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تفضلوا إنا أنزلناه قرآنا عربيا ريتو سيدي كيفاش تقراو فيها كي تقولوا هكا شو هو هذه قاعده في الكل عطيتها لكم كي تقول هكا قرانا عربيا لا عربيا لا عربيا لا لا عربيا لا ما غير شده عربي يعني مبينوا التشديد واضح ولا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أغلبكم قال هكا، أغلبكم أسمع واحكم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ايوه مش من قبله لمنا. اغزر حرف الهاء، شنو فوقها حرف الهاء سيدي رضا؟ شنو فوقها حرف الهاء متاع كلمه قبله؟ تبعوا في المصحف ثم علامه متاع المد، داك الياء المقلوبه هذيك باش نمدوا يا احسن، باش نمدوا هاك المد اللي يسموها مد الصيله. من قبله لمنا، واضح ولا حركتي؟ هاك اهو اسمعوني سيدي. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لكن لما تركزوا في المصحف ما تلقاش في كلمة القرآن وقف. بربي ركزوا، الله يبارك لكم إن شاء الله. ما ثماش وقف، يعني أنا توا وقفت وبعد وصلت، لا نقفوا خاطر الآية طويلة ما عندش نفس. ما قلنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بعد نرجع بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ويجوز لنا حتى نقرأ كلمة القرآن، واضح؟ المهم أنت تدرب عليها أنك تكملها الآية الكل يكون أفضل، واضح؟ أنا باش نقلها لكم كلها مع بعضها، وحاولوا وقت اللي تقرأوها تجيبوها كلها مع بعضها إن شاء الله. نعم أسمعوني سيدي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله يفتح عليكم. نحن نقص عليك أحسن شنية؟ مش القصص، ماهيش القصص، قاف مفتوح، سورة متاع اللي بعد سورة النمل، سورة القصص، قصة وقصة وقصة جمعها قصص، واضح ولا؟ ثم شكون يقول قصص؟ لكن الأولى أن نستعمل اللفظ القرآني، واضح؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، باه. شكون اقرا منكم الفقه حكم الحيض للمرأة؟ شكون جرى عليه الاول؟ اي واحد لازم يكون معرس، لازم يكون عنده المعلومات هذه، ما كانش راهو اموره تبدا تعبه. راهو اي واحد متزوج لازم يكون عنده العلم بالعلم الحيض والنفاس، راهو نقولوا يلزم واجب، باش وقت مرتك تجي تسالك تقول لك كذا، هذا اذا كان سالتك واذا كانت عرست عليها باش تبدا صلاتها صحيحه وخاصه صيامها، واضح ولا؟ باهي. ما هو عندنا القصة في الفقه وهي الجفاف، هكا ولا جفاف الدم بالنسبة للمرأة بعد طهري، هكا ولا؟ هذيك بفتح القاف القصة، كي يجي يقول لك القصة تفهم عليه شنو نحكوا في الفقه، كي نقولوا القصة المقصود بها الحكاية هذه ولا الرواية، واضح يا جماعة؟ الله يعلمنا إن شاء الله. أيوة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. تفضلوا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. ممتاز. لا لا لا، حافظوا على الوقف نعطيه لكم، الله يبارك فيكم. إذ قال يوسف لأبيه يا، مش لأبيه هي، هذاك يولي ابن كثير، نحن الوقت من قالوا نقرأ لأبيه هي، ما عنديش شكل علامة بتاع المد، لأبيه هي أبتي إني. أي يا سيدي يا أبتي، كيفاش نقف عليها؟ لو اختبرنا، لو قلت لك يا سيدي مثلا أقف لي على تراه يا أبتي، كيفاش نقف عليها كلمة يا أبتي؟ ما يسألش حاول يا أبتي، إي كيفاش؟ فرضا سؤال اختباري هو،
كيفاش نقف عليها؟ يا أبت بوك كيفاش نديه؟ تقول له يا أبت. اي لا في الوقف على الكلمة هذيك شو نقول؟ يا أبت. لا يا أبت. الوقف على مرسوم الخط. اكيد بوك تقول في مخاخكم سي ما شاء الله عليكم. اي الحمد لله. ايوه نقول عندنا كلمة أبت رسمت بتاء مبسوطة هكا نقولوا بربي ونسي عزدي ولا خيال النهار الاول نافح وبعد طيشناه. اه سيد قعدت في الكرم. عندنا كلمة أبت رسمت بتاء مبسوطة شو وليس بعدها ياء إضافة. شو معناها؟ مش يا أبتي أكل يا هذيك ما به ما تمش يا واضح ولا خاطر ريتو هذيك أصلها أبتي هي أصلها أبتي كي دخلت الياء من الأول متاع النداء حذفت الياء الأخرانية هكا ولا سيدي الأستاذ ولت يا لولا هذيك متاع النداء حذفت الياء الأخرانية يعني كيفاش نقفوا عليها؟ يوقفوا عليها اكتبوا يوقفوا عليها بانحباس للصوت مع جريان النفس يوقف عليها بانحباس للصوت مع جريان النفس حطوا تساوي شدة مع همس هك يعني نقف عليها يا أبت أما مش نقرأ وتروح للمرأة تقولها اسمع شد علي سورة يوسف تمشي 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 وتقولها قال يوسف لأبيه يا أبت لا راه ما نقف إلا للتعليم وإلا للاختبار مع همس عدم جريان الصوت الشدة هي عدم جريان الصوت يعني وقت اللي التاء ما هي المخرج نتاعها من راس اللسان مع الغب بالفليق يا باش تركزوا شوي وكاهو راس اللسان مع الغب كي ماشي يشد اللسان هكا في الغب ماشي يمسها كيما هكا يحبس الصوت ها يا أبد سايح بس كل شيء شديت الفرا والفرماء وكل شيء باه كي ماشي نسيب اللسان ثم نفس مش يخرج هذيك الهمس شو يا أبد ريتها يا أبد هذاك ديما تصاحب حرف التاء واضح ممتاز ايوه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكب يزم الحس يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا احد عشر كوكبا شكون احد عشر كوكبا اخوي وبعد شنو قال احسن تعبير من اللي بدا يسبح من الاول بابا وامي شمس وقمر وانت يفهم الباقي ما قالش بابا وامي باش نعرفوا الادب تاع الانبياء قال والشمس والقمر البول الشمس والأم القمر واضح ولا إن شاء الله ربي يرحم الحيين منهم وإن شاء الله يرزق حسن الخاتمة للحيين والميتين والكل إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا برهم إن شاء الله الوقف ممتاز غديك قال يا أبتي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أشبيهم يا يوسف رأيتهم لساجدين فهمت الوقف محلها لنا هكا لو تواصل جائزة أما كي تقف تولي ممتازة عشان وعليش سورة يوسف يقول لك ما قرأها محزون إلا يقف في بعض الكلمات التي تؤدي معها توجينا في قصة واستبق الباب وقدت قميصه وكذا وكل شيء ثم أوقف ممتازة جدا كي تقرأها تحس شنو اللي عانى سيدنا يوسف شنو اللي قال وشنو اللي قال واضح يا جماعة الخير نعم سيدي تفضل أي كيفاش الوقوف بالطبيعة علاش ما حطوهاش الوقت فيه طبعا. لا انا ديما نقول لكم ريت الكتاب عن سي عز الدين انا ننصحكم به كتاب عن سي منير لكن اللي فيه حرف الصاد هذاك اسهل لكم قاتل الاوقاف هي من وضع علماء الامه ما ثماش اوقاف يعني نبويه فهمت اوقاف يعني اجتهدوا فيها العلماء على حسب اللغه وعلى حسب كذا يعني تخضع لقواعد اللغه نحن انا ديما نقول الوقف الهبطي يساعدكم خاطر مختصر الكلمات هذوما بدلوا المصحف نتاعكم وانا ديما نقول كل واحد يجيب المصحف نتاعو بربي بربي خليكم في الدار تتصور المراه نتاعك وصغيراتك انك انت هز عندك كرتاب لو ماشي تقرا في القران هذيك حطها في 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 المخيله نتاعك ربيهم على الحكايه هذيك بابا عنده نهار السبت ولا نهار الثلاث ولا لي نهار عنده المصحف نتاعو وقرايته لازم يبداو حاضرين حط لهم في المخيله نتاعك تو تبني عائله تحفظ في القران اما كي تجي وتلقى المصحف حاضر في الجمعيه وعلي عليه والاصل انه هذه الملحوظات تكتبوهم على الحاشيه تاع الكتاب باش وقت تجي تحفظ تلقى روحك حاضر واضح اما يكون خير ان شاء الله المهم في كلمه القمر عندنا وقف واضح نعم
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. فضلوا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. سجود تحية رهوة. سجود تحية. كما الملائكة سجدوا لآدم. سجود تحية. واضح؟ نعم. ما في فيلم جابوها غلط أهو. بالطبيعة. لا الفيلم هذاك اللي عدوا فيه فك ال شو اسمه؟ أي اللي عدوا فيها ليه؟ يوسف رد بالكم. لا لا في برشا حاجات غلط. وما عمره قالوا نحن نجون مثل نبي. واضح ما نجوش نجسد نبي. واضح وإن شاء الله ربي يحفظنا إن شاء الله. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تفضلوا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أنت كيفاش تنصح ولدك؟ كيفاش تنصح؟ بالعنزة؟ لا تو نحن نقولوا لا لكن الحقيقة يجيبها ربي. لا لهنا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. أنت كي باش تقراها وتحب تنحيك الأدران في قلبك تحس بصورة سيدنا يوسف حط روحك في بقعة سيدنا يعقوب ماشي ينصحه ويحط له يده هكذا يضرب له على كتفه يعني النبرة بتاع الصوت لازمها تكون تابعة للقراءة. شو قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعاود نذكر نحن نقرأ برواية الإمام قالوا قال يا بني الياء مكسورة واضح ولا مش يا بني في رواية أخرى يا بني نحن يا بني يعني كيفاش نقراه نقولوا هكا قال يا بني لا وتبينوا الشده نتاع عليا يا سيدي وليد يا بني مش يا بني لا يا بني كيفاش نقف عليها مش يا بني يا بني واضح نبينوا الياء انها مشده يا بني هكذا واضح لا تقصص مش لا تقصص طا لا تاء والقاف يا سيدي يا مفخم ولا مرقق القاف يعني الصوت نتاعها وين هاي ما تقولش لا تق لا تق واضح لا تقصص رؤياك مش تقصص رؤياك تقصص لا تقصص رو تقصص رو واضح قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا يعني فيكي وبعد دو كيف كيف نفس المد شنو نوع المد هذاك طبيعي يعني خدش مقدار المد حركتين مش فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين أيوة إن الشيطان يا سيدي نحن تليفونات الله يبقيك مش إن الشيطان إن شو إن الشا مش إن الشيطان شا ونا يا سيدي بليل إن الشيطان للإنسان بعدها شنية أغلبكم سيدي ما حسقرها هكا عدو مبين عدو لا لا عدو عدو تسمع تسمع في الواو سيدي الياس
عدو واضح. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. به الحسد عند الصغير، الحسد بالنسبة للصغير، ولدك الصغير ولا بنتك، شكون يعلم الحسد؟ البو والأم. البو والأم راهم هما مرآة الصغير. لو جاء قال له يا بابا راني حلمت كذا وكذا، طول قال له يا بني لا تقصص رؤياك، حلم راه على اخواتك. علاش؟ قال له فيكيد لك، بمعنى ان الشيطان اذا كان دخل بين الاخرى ويفرقه حتى من اللي هما صغار. لذلك جاء واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله راهم ولادي ما همش يعني طايعيني وكذا، قال له علاش؟ قالوا لأني حتى في القبلة راني من عندي 10 من الأبناء وراني نقبل هذاك أكثر من، قالوا عققتهم قبل أن يعقوك. يعني يلزم حتى في تقبيل الصغير والصغار متاعك يلزم كل كيف كيف. ريت قبلت هذاك خاصة كي يبدو قدام بعضهم، قدام مع بعضهم، مش قبل هذاك قبل هذاك. صحيح ساعات القلب ميال كما يقولوا للبنية أكثر والولد أكثر واللي هو، لكن رد بالك ستسأل أمام الله. علاش؟ لأنه هذاك راه بعد ماشي حصده اللي أنت زرعته، بعد يكبروا بعد ما تموت انت ما مش يتعاركوا في المحاكم وكل شيء، انت وش ربيتي يا اخي؟ واضح يا جماعه الخير، وهذا يرون نعيش فيه وقعنا. لذلك ايش قالوا؟ قالوا ان الشيطان للانسان عدو مبين. رب ايش قال في سوره فاطر سيدي منير؟ اي ان الشيطان لكم عدو. به قال ان الشيطان للانسان عدو مبين، هذا الشيطان بتاع الجن. لكن ان الشيطان لك، ان كيفاش الايه قلنا نخلو فيها؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه. اما الشيطان هذا يحتمل الزوز، شيطان الانس وشيطان الجن. واضح. وهذه نحن رساله نقولوها للناس يتابعوا فينا توا، الا حتى انتم وتقولوها لاصحابكم احبابكم الاخوه. اذا كان هاكم تشوفوا في الموت يوميا ما شاء الله، كما قال ملك الموت قاعد يخدم على يمات، الله اعلم الدور نتاعنا وقتاش باش يجي ان شاء الله ربي يعطينا حسن الخاتم. يعني اذا كان تجي تشوف ما بين الاخوه تو كيفاش متفرقين على وسخ الدنيا، تلقاه يجي يقرا، تلقاه يشد الصف الاول راه يا شيخ بربي ادعي لي، شنو ندعي لك شنو نقول لك؟ وتلقاه هو سارق وكل شيء وغيره، تلقاه قلب اخته وبنته ومرته ولد خوه ولد واخو ولد خوه ولد عمه وكل شيء، بعد يقول لك ادعي لي. يعني اذا كان نحن خاصه ديما اهل القران، اذا كان ما نرتقوش الى درجه الاصلاح من انفسنا، وبعد كما قال ربي في سوره الحجر وانذر عشيرتك الاقربين، راهم مش يصلحوا حكايه فارغه. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلحنا ان شاء الله. لذلك هذه نحن ديما نقولوا لخياتنا وخياتنا وليداتكم راهو امانه قدام ربي، كيما تبوس هذاك بوس هذيك ولا العكس. حتى مش تقول كلمه طيبه كيما تقولها للكبير، يا سيدي تقول لي بالله فاش تخرف انت، راهو نحن عندنا واقع. لا، نحن يلزمنا نرجعوا لمكان اللي وصلنا عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي ابدا. شنو ما هما؟ كتاب الله وسنتي صلى الله عليه سيدنا محمد. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. أرد بكم حرف الجيم فيها قلق. لا. وكذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ريتو مش تأويل سيدي إياد مفهومة وليدي شوف تأويل مش تأويل لا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. أيوة فقط حبينا نغفل هنا به مما ابتلينا به في العصر هذا خاصة توا، تفسير الرؤى على الفيسبوك. يقول لك حط كذا، نحط على جوجل شنو هي الحلمة هذيك باش تخرج لي، ولا عاملين ابليكاسيون فيها تفسير الرؤى. ردوا بالكم، راهو تفسير الرؤى فتوى، راهو علم، راهو فتح من الله. اش قالوا ربي اول ما قالوا بعد الرؤيا؟ وكذلك يقف حد هنا كلمه يجتبيك، راهو مش اللي جاي يفسر، راهو اجتباء من الله سبحانه وتعالى، هو اللي نزل حسب الرؤيا، راهو ربي سبحانه وتعالى يفتح عليه
وهذه من خاصة 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 عباده اللي يفتح عليهم ربي باش هما يفسروا الرؤى. تو مثلا تلقى كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، ابن سيرين مثلا ما عمره لكتب بكتاب وحط فيه تفسير الأحلام، جمعوها وبعد نسبوها ليه، الرجل بريء مسكين. قال شنو تفسير ابن سيرين؟ اي وشكون قال لك؟ فرضا احنا ابن سيرين جاء للتفسير هذاك وكان هو مفسر لو على يعني ابن سيرين، اما نحكي على محتوى الكتاب ما عندوش كتاب نتاع تفسير الاحلام. اي جاء منير مثلا في الوقت هذاك وقال له راني حلمت بالحلمه هذيك فرضا في عام مانيش عارف قداش، وبعد جيت انا نفس الحلمه مثلا مشيت شفت اللي قصها منير على ابن سيرين، انا نجي نقيس على التفسير الرؤيه نتاعي؟ مش كيف كيف، كيفاش اخذ الجواب؟ وممكن كثير من الناس يبنوا حياتهم ومستقبلهم وامورهم والمستقبل نتاعهم على تلك الرؤيه. رد بالك، الرؤيه الصالحه من الله، خذوها قاعده. معناها فقط يطمئن قلبك. كما جاني واحد قال لي يا ودي يرحم والديك اقرا كلام ربي سبحانه وتعالى ورجع. لا، قلت وش فيه؟ قال لي انا شفت الرسول في المنام. ايه الرسول في المنام؟ قالك ما عادش صلي؟ قال لي ما قال ما عادش نصلي يعني عليه. قال لي شفت الرسول في المنام وصلت. شو وصلت؟ وين وصلت؟ شنو برا؟ شوف ابو لهب كان عايش معاه قدامه. شوف ابو لهب يشوف فيه، يشوف فيه في اليقظه مش حتى في المنام. لا ردوا بالكم يا سيدي، في فرحك والله العظيم وفرحك وقت اللي ابو جهل كيف ترن السلم. لذلك نحن قالوا وكذلك رد بالك تفتي في رؤيا راهي الافتاء. نعاود ونقول نتاع الرؤى راهو فيها اهل اختصاص واجتباء من الله سبحانه وتعالى. الملك، الملك اللي حط سيدنا يوسف في السجن، مش بعد يوسف ايها الصديق افتنا، مش رجع بعد ما مشالوش للباب وتغلق عليه الباب وقال له خرجني من السجن. ربي سبحانه وتعالى جرى رؤيه على قلب الملك، والملك مش بعث له باش يخرج عزيز سيدنا يوسف. فنجينا في القصه ان شاء الله. لذلك راهو تفسير الرؤى اجتباء. رد بالك تتكلم، والا تحط على شيخ جوجل وتخرج هكا قال شنو هاك الجواب. لا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل شنو؟ واضح يا جماعة؟ إن شاء الله ربي يعلمنا ويفهمنا. ردوا بكم. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فضلوا. ويتم نعمته عليك وعلى ويتم نعمته، اكسر النون مش نعمته، لا لا ني. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. أصرفهم لهنا، مش أبويك، أبوا، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. راهو الراء أقوى من النون، خاطر الراء مفخمة، مش إن ربك. إن راء، إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. واضح يا سيدي، عندنا كلمة آيات مختلف في قراءتها، تلقاها لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين في بعض القراءات، لكن نحن نقرأها بالجمع آيات. كيفاش نقف عليها؟ بالطبيعة بالتاء آيات. واضح؟ نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الله يبارك لكم. ما هيش وأخوه أحب إلينا، لا، الهاء ما هيش ممدودة والباء ما هيش ممدودة. أسمع مني شو. إذ قالوا ليوسف و، مش ليوسف و، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، واضح؟ مش أخوه أحب إلينا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أبانا لفي ضلال مبين. إنا لفي ضلال مبين. معلش، إنا أبانا، تو النون غادي كان ممدودة عندكم؟ هي النون مش ممدودة. إنا أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. به الهمزة متاع كلمة فعل اقتلوه، كيفاش الهمزة هذه؟ همزة قطع ولا همزة وصل هذيك؟ همزة وصل. وصل. كيفاش نبدأ بها؟ إي ولا أو؟ وإلا أ؟ علاش أو؟ به يا سيدي، أعزل الساعة، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اغزوا المصحف في البيه، اغزوا له، تو نقول لكم، اغزوا الالف، اغزوا الالف نتاع همزه الوسط، اغزوا له. شوفوا النكته وين النكته؟ في الوسط. ما دام في الوسط ابداوا بأو، واضح؟ خاطر ريت الطريقه المغاربيه هذه تسهل لنا برشا، لكن مثلا في بعض المصاحف تلقاها حرف الصاد صغير، يعني الالف ما فيها حتى شيء. شنو نعملوا في الحاله هذه؟ نغزل الحرف الثالث اللي بعد همزه الوصل، يعني نحسب همزه الوصل واحد بعد شنو الحرف الثاني؟ القاف، وبعد الثالث شنو؟ التاء. شنو الحركه نتاعها؟ ما دامها ضمه ابدا بالمضموم. اوكي، سهله للقاعده، احفظوها يا سيدي قيس، اكتب هكاك، اكتب باش تربح المعلومات. يعني وابدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم. هاك القاعده اعطيها لنا الامام الجزري رحمه الله، عاود هنا قال لي باهي سهل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، هكا ولا سي علاه؟ عاود اللي كتبته ترى. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. بارا نكمل لكم، الله على وقت. واكسره حال الكسر والفتح. واكسره حال الكسر والفتح. يعني الحرف الثالث كي نشوفوا، المهم تبدا عندي همزه وصل. الحرف الثالث اذا كان مضموم نبدا بهمزه الوصل، واذا كان مفتوح او مكسور نبدا بهمزه الوصل. لا لا، كان بالضم الحرف الثالث راهو نضم همزه الوصل. كان الحرف الثالث مفتوح او مكسور نبدا بهمزه الوصل مكسوره. مثلا ما عندناش همزه وصل في الفعل مفتوحه، كان في الاسماء مفهومه. ايوه. وابدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم. واكسره حال الكسر والفتح. وفي الاسماء غير اللام كسرها وفي الاسم المعني كذا. يعني عندنا في الاسماء نبدو ديما بهمزه الوصل مفتوحه. ها كتاب، مش نعرفوش مش تولي الكتاب قسم، مش نبدو بها هاوكا ديما همزه الوصل ديما مفتوح، واضح سيدي؟ الا بعض المستثنيات توجينا في بابها ان شاء الله. واللام كسرها توجينا هذيك، خليها هكاك. به اذا نبداو بكلمه شنو هي؟ نبدو بها اقتلوا هكا ولا باهي. فرضا انا مانيش باش نقف على كلمه مبين. سيدي ريفان حبك هذه تجيبها لي انت، ياي خاطر باش ناخذ من الحصه عندك به كبر فيها مش يبدا مبين ومش نربطوها. ترى سيدي ريفان ترى هذيك في الوقف نحبوا نوصلوها تو، مانيش باش نقف على كلمه مبين. مبين اقتلوا. اه
خلي نركز معاه سامحني. بيها بشوية برالنتي. موبيلي لوكولو. باه شكون آخر؟ إلياس ترى جيبها. نحب نسمعها. موبيلي. ها؟ خلنا نسمع خلنا نسمع. موبيلي باه وأنت. موبيلي نقتلو. ممتاز، ردوا بالكم. هذه خاصية في مثل ما قالون. إذا كان يضم ضم في حالة الوصف. قاعدة. كيفاش يبدأ بها هو همزة الوصف؟ قلنا أو. إذا كان مش يوصل كلمة موبيلي بأقتلو يقراها بالضم. موبيلي نو. تبقى لحالتها. المسلفة مردودة. مش تسلفناها في همزة الوصل؟ همزة الوصل سقطت في الكلام ولا هك؟ حطها في النون. مش تولي. موبيلي نو قتلو عودوها. موبينينو يا سيدي الياس. موبينينو موبينينو واضح. موبينينو قتلوا عودها. موبينينو واضحة تو كما تعرفون انتم روايه الامام حفص يقرا موبينين يقتلوا. علاش؟ اللي يضموا الامام قالوني يكسروا حفص سهل واضح. يعني لو تقرا في قراءه اخرى تلقاه يقراها موبينين يقتلوا، لكن احنا كيفاش نقراوها موبينينو؟ علاش ضمينا النون؟ إيه علاش لا ضميناها النون؟ قتل الحرف الثالث اللي بعد همزة الوصل مضمون. سيدي نظام ربي مفهومة مفهومة عشان أشكال. نكملوا الآية هذه ونقفوا. إذا كان مكسور هذيك حاجة أخرى. وقتاش نكسر التنوين؟ ها وخلنا ناخذوها قاعدة ونفك علينا هاي باش نخرجوا من المشكل. عندي تنوين ما هو هكا باش نسهلوا. هكا الضمتين والفتحتين وكسرتين. إذا كان باش نوصلوا وعندنا بعدهم همزة وصل. همزة الوصل يا إما تكون في الاسم وإلا في الفعل هكا ولا؟ كان في الفعل إيش قلنا نعمل؟ نغزل الحرف ثاني كان مضمون ضمه هكا كما هذه مبين نقتل واضح ولا كان مفتوح ولا مكسور؟ باش نكسر باهي. عندي التنوين جاء بعده اسم. التنوين جاء بعده اسم. غمض عينيك من اللي تحل الفاتحة لسورة الناس وإن تلقى تنوين بعده اسم اكسر النون. سورة حافظينها بكلكم. قل هو الله أحد. الله كيفاش نصوها؟ شنو تولي؟ أحد لله. علاش كسرنا النون؟ خاطر اسم. خاطر جاء بعد اسم. هذاك هو الجواب. يا علاء شنو اللي واضح؟ هذا عام. شنو اللي واضح؟ نحب نعرف. الله غالب ما نعرفش. اسم تكسر شكون اللي بعدها؟ شكون هي اللي بعدها؟ نون التنوين. نون التنوين. ايش بيها؟ قدر نحكي وانت اذا فيك في عالم ما يخرج بالحق. تبدا في الاخر مكسوره. لا هي مش كون ساكنه اغسل موبيل. انا مش نحركها مش نوصف. كيفاش مش نوصلها؟ مكسوره. لا في الكلمه هذه موبيني نقتلو كيفاش نقولها؟ موبيني نقتلو. نعطيك الصح. علاش؟ قدر التاء مضمومه واحد لله. علاش كسرنا النون؟ يعطيك الصحة. تمشيش تقول لي نغزل الحرف الثالث. لا مادام بعدها اسم اكسر مباشرة. سيدي الاخضر مفهومة؟ ما بعد الاسم كسر الاسم دون التنوين. اي اسم؟ اي اسم قاعدة في عند ريوت الامام قالون. واضح يا سيدي؟ هذا هو. شوف انا نحب بحكم خاطر الثقافة متفاوتة عند الجماعة الكل نحب نعطيكم الخلاصة. الخلاصة طبق القاعدة خليها في مخك وبرا بعد ربي سهل. واضح؟ نعم. لازم يسمع لي تفضل. همزة الوصل هذه اي معناها مش كلمة نون بلاصتها هي. يعطيك الصحة. انا يعطيك الصحة لأنه همزة الوصل تسقط في وسط الكلام. واضح؟ الحمد لله. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ها هو عندنا اسمه مثال عية يا بابا يا أما. اقتلوا يوسف أو أصل الواو ما ساكنة وبعد شو عندنا؟ فرض أنه قفنا على كلمة أو كيفاش نبدو بالفعل؟ علاش الهمزة مكسورة؟ الحرف الثالث مفتوح. يعطيك الصحة. إذا كان أنا مش نوصل أو بإطرحوه ايش مش تولي الواو الحركة نتاع الواو مش تولي؟ الكسرة. علاش؟
الراء مفتوحة أو يطرحوه، واضح؟ ما نجيش نقوله أو يطرحوه أو علاش، خاطر الراء ماهيش مضمومة مفتوحة، واضح يا جماعة؟ نعم. أريت سبحان الله الحسد وني وصل أول معصية في نشأة هذا الخلق هو الحسد. قبيل هابيل انجر عنه أول ذنب اللي هو شنو؟ اللطف، قتل، فقتله فأصبح من الخاسرين. ريت الحسد وني وصل لذلك الصندوق الدبن، واضح؟ نعوذ بالله من الحسد والحاسدين إن شاء الله. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بربي كلمة يخلو، كلمة يخلو لكم، بربي ركزوا معايا مليح، هو فعل أمر، أصل الفعل هو يخلو، تحفت منه الواو، ولت يخلو لكم، واضح ولا؟ به، لكن الخاء مفخمة ولا مرقص يعني؟ الخاء، خاطر من حروف خصة ضغط انقض، هكا ولا؟ رد بالك تقول يخلو، كما تو كنت نسمع فيها، يخلو لكم، يخ، لا، الخاء صوتها مفخم يبقى داخل فم، شو؟ يخلو لكم، يخلو لكم، مش يخلو، يا سيدي لطفي، ترى قولها وحدك. يخلو لكم، شنو يخلو لطف؟ تشفيك دير عاود. يخلو لكم، شو يخلو لكم؟ مش يا لا، مش يخ، اسمعوا شو ها، يخلو لكم، عاودوها، يخلو لكم، مش يخلو، مش يخلو، واضح؟ اسمعني اخر مره نعاودوها. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا سيدي هذه هاو سهلة، 9 آيات بإذن الله نحفظهم المرة القادمة، واللي مسال في سورة هود يجي يعرضها، واضح ولا مش واضح؟ أما تو بالنسبة للجدد، جدد مش نطلبكم بسورة يوسف وجزء عام، هاني تو مش نرك على جزء عام للحصة هذه، المرة القادمة هاكا باش تبداو بيوسف باش تنفحوا شوية، واضح؟ خاطر علاش اللي مازالكم في جزء عام هما كالسورة القصار اللي ديما نصلوا بها، يعني محفوظين بطبيعته، تو على الأقل باش نربحوا حاجة، واضح؟ بإذنه سبحانه وتعالى إن شاء الله. باه ماذا بي اليوم خرجت بصفة استثنائية خاطر عندنا جنازة نتاع الشيخ حسن الله يرحمه، يعني اللي نجم يخلط باش يحضر قبل يحضر باش يعرض، يعني يخلط قبل الحصة باش يعرض 9 آيات، يعني على المرة الجاية كي تجي تقول لي مانيش حافظ ما نقبلكش، واضح؟ عرق الجبين يلزموا كيما تشوف على حنينات آخر الشهر، تشوف عندك مرة في الأسبوع باش تحفظ، حاول قدر الاستطاعة أحفظوا بالحق، نعملوا هدف إن شاء الله نحن نعملوه من هنا لرمضان بإذن الله، نكملوا في سورة يوسف إن شاء الله ربي يرفع البلاء والوباء، حاولوا خاطر أغلبكم حافظين سورة سيدنا يوسف، فقط نحن باش ناخذوا القواعد نتاعها ونحفظوها بإذن الله، واضح يا جماعة؟ وكاو المرة اللي فاتت كلين الكرسي، المرة هذه شنو ناكل؟ ما جبتوا شيء؟ والله نحن بودنا شخص، واضح والله بودنا راو نحن يا جماعة بربي خلينا نقول حاجة، كي نقول رانا مسؤولين راهو مسؤولين أمام الله سأقول كل شيء، هذا واحد. اثنين راهو نحن مسؤولين أن نرجع ثقافة نتاع حب الناس للقرآن، لكن وقتاش يرون الناس في القرآن؟ وقت نبدو نحن متكتفين ومع بعضنا، اما كيفاش نجوه ممكن واحد فينا توا لا قدر الله يمرض حتى حد ما يفيق به، وانا متاكد في الكلام اللي نحكي فيه راهو، وانا متاكد لو واحد منا حتى يغيب تيك هو مش باش نقرا على بلال هكا نقرا عليه ونشرع على روحه، لكن لا، وين البنيان المرصوص اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى؟ لذلك نحن انما المؤمنون اخوه كما يقول ربي، واحسن اخوه بالله شو؟ تو انتم كي جيتوا لنا هكا عندك مصلحه مثلا انا بسيطاها كي جاي يقرا، لا مصلحه شيء القران يجمعنا، يعني مهما تكون حتى مصلحة راهي تلقاها مصلحة يعني بسيطة، لكن حب في الله ولله ومن الله وإلى الله هكا ولا؟
وخير ما يجتمع عليه الناس هو كلام الله، وخير ما يجتمع عليه الناس الطعام إذا كان يبدأ حلال. يعني ماذا بينا حتى كانت نقابله على الطعام تكون ما شاء الله القلوب صافية وكل شيء صافي. لذلك ماذا بينا نخرجوا، كنقول ماذا بينا نخرجوا مش لما يعني لنا هكا مسكر يعني حليش القرآن خويا حضرنا روا عندك ويجوك 30 واحد ما شاء الله ماشي حضر لهم الدمق، قال شنو يحفظ القرآن يعني على الأقل حتى هو انت تحط له تصوير سيد الرستوران ولا حاجة. والله يا جماعة وسي أحسن بحذية يا جماعة وقت اللي هزينا رحلات للقروال وكل شيء، واقسم بالله قبل ما نمشي للرحلة نتفاهموا مع المطعم ماشي كي يقولون نقولوا له رأوا أهل القرآن يفرح بالناس يقول البركة مش تدخلي للمحل متاعي ومتاع زغوان زاد ضرب المشروع نخرج من خشاش من الجموع. لكن احنا ان شاء الله ربي يسرنا يزينا نخرج الجهد السيدي ونشوفه ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظنا ويفقنا ان شاء الله. هاي سيدي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا ربي احفظنا بالقرآن، يا ربي اكرمنا بالقرآن، يا ربي لا تهنا بالقرآن، يا ربي ارفع شأننا بالقرآن، يا ربي حسن اخلاقنا بالقرآن، يا ربي حسن اخلاقنا بالقرآن، اللهم طيب ارزاقنا بالقرآن، يسر اللهم لنا حفظ القرآن، يسر اللهم لنا فهم القرآن، ارزقنا يا ربنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. يا ربي نور بكتابك أبصارنا، ألف به بين قلوبنا، أصلح به ذات بيننا، وفقنا يا ربنا وفقنا يا ربنا وفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بالقرآن ومع القرآن وفي القرآن وللقرآن يا أرحم الراحمين، اجعل حياتنا عامرة بذكرك يا أرحم الراحمين، لا تبعدنا عن حلقات القرآن وأهل القرآن إلى الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل اللهم وسلم بدءا وختاما على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزل عن قول وفعل ونيات، به أشبه من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهل وحيرتي. فيا رب أدعني بسر حروفي قلبي وسمعي وهلادي، وصرني به فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا رب في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل وعم جميع الحاضرين برحمتي، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير، وارحم كل حي وميت. بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد المختار خير البرية، عليه صلاة الله ما يتلقى ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يبارك فيكم. والله نحن كنا قبل كان الشيخ عبد الرحمن خليف الله يرحمه الله يرحمه، نحن صغار كل نهار تخميس لابد باش نتلموا نقرا ولا ما نقراوش ما ثماش نهار الخميس اوبليغاتوار كما يقول واجب لكل واحد لازم نجوا نحضروا. تعرف شنو نقعدوا هكا مع بعضنا نفدك واضحك شويه ونشرو على روحك، والله ما عرفنا قيمتها كان بعد ما توفى. قبل كنا نهار الخميس في الليل نزيد نعطيكم حاجه، كان تقبل زاد عنا عاده انه يتقرا صحيح البخاري نهار الخميس في الليل، يتقرا كتاب الشفاء نهار الخميس في الليل. تعرفوا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض، كانت يعني مجالس للصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تو للاسف الشديد ما نتلموا، يا كان ثم شكون تولد جديد والا واحد ميت والا واحد نستنوا فيه باش يموت، ما كانش ما عادش نتلموا. صدق راه والله هذه حكاياتنا راهو ولا لكن احنا نقولوا اهل القران ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكون معنا ويوفقنا. يا سيدي الصلاه حضرت يرحمكم الله. بسم الله.